صدامات بين متصارعين على سرقة ما تبقى من معدات داخل مصفى بيجي. بالبداية احنا حابين نتكلم ونعرف الناس اللي ما تعرف عن الموضوع اللي صار يوم أمس. خرجت قوة، أو خلينا نقرأ الخبر ويعني ندخل بتفاصيله. كشف مصدر بشرطة النفط المكلفة بحماية مصفى بيجي شمالي صلاح الدين عن اندلاع اشتباكات بين شرطة حماية المصفى وفصيلين داخل القضاء. المصدر قال أن موكب يضم تجار عراقيين، يرافقهم تجار ومهندسون إيرانيين قدموا إلى مصفى بيجي وحاولوا دخوله وتفكيك ما تبقى من معداته. وأوضح المصدر أن الاشتباكات اندلعت بعد محاولة الموكب الدخول إلى المصفى دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة النفط، وأن المفرزة الأمنية المكلفة بحماية المصفى منعتهم من الدخول إلى داخل المصفى ودارت اشتباكات على أثرها. يعني اليوم الموضوع الأساس والمهم هو على أي أساس تجي قوة مؤلفة من تجار، من مهندسين، من رجال أعمال، من مقاولين، ويدخلون دون تصريح رسمي من جهة معينة مهتمة ومعنية بهذا الموضوع اللي هو وزارة النفط. يعني على أي أساس اليوم تجي جهة مجهولة بها مهندسين إيرانيين ما نعرف من مين؟ شنو الداعي لدخول المصفى إذا ما كان هنالك أكو نية غير سليمة؟ زين شنو الهدف اليوم من عندكم أنه تجون تدخلون هل أنتم فعلا اليوم داخلين حتى تسوون أعمال صيانة كما يقول البعض داخل المصفى وإرجاع المصفى، أم الموضوع مقتصر على سرقة معدات، أم الموضوع مقتصر على نهب مال عام مو لكم؟ يعني احنا نرجع ونقول ما كفاكم اللي اخذتوه، ما كفاكم اللي سويتوه، هسه تريدون ترجعون على المصفى حتى تاخذون معداته وبالتالي تتصرفون بها وهي ملك عام مو لكم وتدخلها، وبالتالي يتعاركون او تحدث هنالك اشتباكات مع المفرزة الامنية او مفرزة الشرطة المكلفة بحماية المصفى حتى تمنعهم لتمنعهم من الدخول إلى المصفى دون تصريح رسمي. وطبعا هذا من حقهم، هذا من حقهم اليوم أنه تمنعهم من الدخول إلى داخل المصفى دون ورقة رسمية، دون بيان رسمي، دون تصريح رسمي. بالتالي تحدث هنالك اشتباكات ويتجاوزون عليهم ويتجاوزون على الحماية المكلفة والشرطة المكلفة بحماية المصفى.